حطتنا هلا يا سالي، رح نحكي فيه عن جزئية مهمة جدا في كشف فيروس كورونا في جسم الإنسان، وهي التحاليل الطبية المخبرية. خلال هالجائحة عرفنا وسمعنا أنواع من التحاليل، ولكن الأشهر هو تحليل البي سي آر أي المسحات. صحيح سمر، ولكن شو هي تحاليل الدم يلي دائما بيسألوا عنه واللي ممكن تكشف كورونا وما بعد كورونا، أيضا بعد الشفاء أيضا والتعافي منه، خصوصا عدم توفر الإمكانيات؟ ممكن ما نعرف الحصار على بلدنا، وأيضا باعتبار التحليل مكلف نوعا ما. رح نتعرف أكثر عن هالمعلومات معنا الدكتور إبراهيم كبوار، دكتوراه في التشخيص المخبري. يسعد صباحك دكتور، الحمد لله على سلامتك. جاي من حلب. جاي من حلب مباشر. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. شكرا دكتور، شكرا لاستضافتكم بهالبرنامج. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتور، خلينا نحكي، ما هي انواع الاختبارات وتحاليل فيروس كورونا؟ هلا فيروس كورونا هو فيروس طبعا ينتمي الى مجموعه الفيروسات التاجيه، له اربع انواع وسبع سلاسل، اهم السارس والمارس، فهدول اللي هن اكثر شيء شيوعا واخطر شيء. بالنسبه للتحاليل طبعا دور التشخيص المخبري، مثل ما كنا هلا قبل شوي عم نحكي على سرطان الاطفال، فدور التشخيص المخبري بسرطان الاطفال توسع كثير، وهلا بجائحه كورونا كان هو تقريبا الاساس في كل هالمعلومات اللي عم ناخذها عن هالجائحه كورونا المستجده، اللي هي طبعا تشكلت ب 2019 نعم بوهان بالصين، وهذا الفيروس مستجد يعني، فنحن لسه معلوماتنا جديده عنه. صحيح. وكل ما عم نكتشف شغلات بالنسبه لسارس كوف 2، صار اسمه هلا كوف، وحتى اسمه عم تتغير مع فتره وفتره كل ما عم بكتشفه. فسارس هي السيفير ريسبيراتوري اكشن، وفي عندنا بالنسبه لل الكوفيد اللي هو كورونا فيروس 19 اللي هو تشكل بعام 2019. نعم، مثل ما قلت دكتور، نحن كل يوم عندنا دراسة جديدة وكل يوم عندنا معلومة جديدة، هو اسمه فيروس كورونا المستجد. مستجد. خلينا نحكي، مثل ما بنعرف نحن يعني ما كل الناس بقدرتها تعمل بي سي ار، تعمل هيدا المسحة، ونحن بنعرف انه البي سي ار هو الحالات يعني خلينا نقول اللي كثير مشكوكة بأمرها، وخاصة بلدنا يعني بحرب، ومن ناحية اللي عندنا التحليل يعني فلجأت بعض الأشخاص لتعمل هي تحاليل دم، عم يقوموا فيها العديد من الأشخاص، بيقولوا تحليل دم أجسام مضادة. نعم. شو هذا يعني بدنا نحكي عنه، وشو الفرق؟ هلأ كل المشاهدين بدها تسأل عن هذا الموضوع، كيف عم يصير تحليل هالدم وشو التحليل؟ هلأ بالنسبة لكوفيد 19 أو السارس اللي هي Severe Respiratory Acute Syndrome، فهذا بالنسبة للسارس نحن عندنا ثلاث جزيئات أساسية. نعم. بالنسبة للجزء الأول اللي هو التحاليل الوراثية، اللي هي نحن بنعرف إنه الفيروس فيه جينات، فنحن عم نعمل ديتكشن لجينات معينة بتخص الكوفيد 19 المستجد. فنحن في عندنا الكوفيد هو الكورونا فيروس من عام 1920 موجود. صحيح. فنحن الفكرة وهي الصعوبة كان فيه انه ايجاد شيء مميز للكوفيد 19 او السارس، بسموه سارس كوف 2، فنحن عندنا جينات، وهو كان البي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن، طبعا عن طريق المسحة الانفية او انه المسحة الفموية، وممكن عن طريق اللعاب، فعندنا عينات، مجال عينات كثير ممكن ناخذها. هذا بالنسبة للشق الوراثي اللي هو بحث عن الجين، والجين هو ديتكشن انه في ولا ما في، فهذا بالنسبة لل polymerase chain reaction أو بسموه البي سي آر. الشق الثاني اللي هو في عنا هو الشق المناعي، فتشكل الأضداد الاي جي جي والاي جي ام، وهي كمان من الشغلات اللي هي جديدة ظهرت حاليا، بحيث نحن ممكن ناخذ فكرة عن هذا المريض إذا كان مصاب، وخصوصا بالأسبوع الأول، فنحن نحدد إنه هذا هو فعلا هو كوفيد 19 ولا لا. بمناعي طبعا بيكون وقته أقل وكلفته أقل، وبس دقته كمان بتكون اقل، فهو البي سي ار هو رقم واحد. نعم. بيجي وراء التحاليل المناعيه، بيجي وراء مثل ما تفضلنا اللي هي التحاليل الرائجه حاليا، وبصراحه بنتشكر الدكاتره والكادر الطبي اللي هن عم بيقدموا ارواحهم وعم بيقدموا كل ما يملكون من طاقه، فوجدوا او وجدنا بعض التحاليل اللي هي بتحبي تذكريها او بتحبي اذكرها انا، ان هن الكومبليت تفضل بلاد كاونت اللي هو التعداد العام
في عنا اللاكتات دي هيدروجينيز ال دي اتش، في عنا الفيريتين، في عنا دي دايمر، في عنا البروكالسيتونين، في عنا السي ار بي اللي هي سيري اكتيف بروتين. هدول التحاليل صرنا منهم من خلالهم ناخذ فكره عن الاثار اللي عم يحدثها هو فيروس كورونا. يعني هي ممكن تعطينا النتيجه الصحيحه سواء بالاصابه او التعافي للشخص من فيروس كورونا. والله نحن عم نشوف اثار هذا الفيروس، بس بصراحه وي كانت سي اتس كوفيد 19، ما بنقدر نقول نحن انه هذا هو الفيروس، ولكن نحن هلا بالوضع الحالي عم نعتبر كل المرضى هنن ايجابيين لحتى يثبت العكس، وعم نشوف اثار الفيروس على جسم الانسان من النتائج المخبريه. فهي من الشغلات اللي هي عم تقيم مدى الاصابه بالنسبه بالاصابه الفيروس. نعم، يعني معلش خلينا نحكي ايضا بيختلف الاشخاص بينات بعضهم، في عالم عندها شيء بالدم، عالم عندها مشاكل بالقلب، تمام. يعني كل حدا سكري. تماما سكري اخطر شيء، ايه هدول يعني كمان نفس التحاليل يطلب لون ولا بيتراقب شيء ثاني معهم، ممكن يصير في اختلاطات. نحن دائما بنعيد التحاليل، يعني ما دائما بيعطينا النتيجه خلينا نقول الصحيحه. نعم. من اول مره. نعم. كيف اذا كان أشخاص عندهم مشاكل تانية؟ سؤال كتير حلو، يعني فعلا ملاحظة. للأسف بهالجائحة اللي عم نعيشها هلأ، هي جائحة كورونا الكوفيد 19 المستجد، صار في عنا تراجع في التحاليل الروتينية. صار في تراجع كبير، لا عاد مريض السكري يسأل على السكري، ولا عاد مريض الضغط بس مع كورونا، بس كله انه صارت كوبي بيست، كله عبارة عن نسخة لسته مثل هدول التحاليل اللي ذكرناهم هلا، اللي هن الرأس المباشر نحن متوجه انه على الاغلب مصاب او بده يتاكد انه في عنده اصابه ولا. فاذا عطت نتائج ضمن الطبيعي معناته اموره كويسه، حتى لو كان مصاب ممكن يكون اسيبتوماتيك، يعني بدون عرضي، ما هو عرضي تمام. المريض فممكن يعني، وفي ناس كثير انصابوا وطابوا بدون ما يكون في عندهم اعراض. فهي نتائج المخبريه بتكون جيده، بس لما بكون في عندي نتائج مخبريه سيئه او فيها قيم غير طبيعية، فهون الإصابة فعلا بتكون قوية وبده متابعة خلال من كل فترة لفترة. أكيد الأعراض كمان مثل ما حكينا عم تختلف من شخص للثاني. خلينا نحكي، هل تحاليل المخبرية أو البي سي آر أو أي تحليل الدم، خلينا نحكي، هل هي قادرة أنه تكشف الأعراض البسيطة؟ يعني الشخص المصاب بس أعراضه كتير خفيفة وبسيطة. والله يعني على الأغلب بالتحاليل الروتينية اللي عم نعملها صعب انه نحن نجزم انه هذا مريض كورونا ولا لا، ولكن هلأ حاليا من خلال 4 أيام تقريبا شركة أبوت اصدرت FDA approved او pre approved، يعني عندهم هن مجالات كتير للأوثرايزيشن انه الانتيجين المستضد. فنحن عنا الانتيجين اذا وجد، فهذا شيء معناته انه في اصابة، حتى طبعا. لو كان اسيبتوماتيك مثل ما تفضلتي انه ما في عنده اعراض، ولكن المستضد لانتيجين، يعني كوفيد سارس كوفي 2 انتيجين بوزيتيف خلال 15 دقيقه كلفته $5. فهذا طبعا هلا بالملايين عم بنصرف، ملايين طبعا مو ملايين، اعداد التستات هي عالميا. نعم. وهذا الشيء اللي هو مثل ما تفضلتي انه انا حاسس عندي وعكه صحيه، هل هو هذا كوفيد اقعد بالبيت ولا لا انزل على الشغل. تمام. واشوف، مشان هي اهم موضوع هو موضوع العدوى، لان نحن مثل ما بنعرف هذا الفيروس له ميزتين، هو سريع العدوى وبعدين اعراضه ممكن تكون سيفير، يعني سارس هي سيفير ريسبيراتوري سيندروم، فيعني اعراض تنفسيه جديده، فهو السرعه فيه هي المشكله بالانتشار. نعم. تمام. فينا نضيف للتحاليل تحليل الزنك اللي كل الكل عم يطلبوه، اللي هو عم ياخذوه كداعم خلينا نقول للمناعة. ما بعرف اذا هالمعلومة صحيحة انه عم ياخذوا، اكيد نحن بنعرفها لكل الاطباء لانه كانوا صوت واحد انه اين ناخذ نحن فيتامين سي، سواء كان عن طريق الفوار او عن طريق الاغذية. هل الزنك ايضا مهم؟ وكيف هيك تحاليل الزنك؟ هلا ممكن نحن معايرة الزنك بشكل بسيط، وحتى بعض كمان المغنيسيوم ممكن نعايره، الفيتامين د ممكن نعايرهم، الفيتامين سي ما بتعاير لاني بنطرح بالبول بشكل مباشر، فهدول ممكن يتعايروا، واحد يشوف اذا في عنده نقص فالاحسن يعوض ويكون ريدي جاهز جهاز المناعي لتقبل اي فيروس والقضاء عليه باسرع وقت بدون ما يكون في عنده اعراض سريريه شديده. فهي من الشغلات اللي هي اكيد يعني انه ممكن نحن ناخذ وقايه
وطبعا التباعد الاجتماعي، وهلا عندنا كمان فتح المدارس من الشغلات اللي هي فعلا يعني نحن شوي خايفين، والله يحمي الاطفال ويحمي أمين الاساتذه ويحمي المدراء جميع. الجميع. فيعني هي من الشغلات اللي هي يعني ان شاء الله بيبقوا بسلام، ما في خوف كثير على الاطفال، ولكن مع الاختلاط بس بدنا شويه وعي للاطفال، نوعيهم بشكل بسيط وبعدين ان شاء الله الامور بتكون بخير. إذا الشخص كان مصاب بفيروس كورونا ومتأكد إنه هو مصاب، في تحاليل بيطلبوها بعد فترة يمكن 15 تماما. يوم ليتأكدوا إذا تعافى الشخص أو لا. خلينا نحكي عنها بشكل أكبر ونحكي برأيك على دقة الاختبارات، هل هي موثوقة ولا لا؟ تمام. هلا بالنسبة للاختبارات، إن البي سي آر هو بيجي رقم واحد في السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، يعني النوعية والدقة، فهذا أكيد بيجي رقم واحد. بعدين بيجي عندنا التحاليل المناعية، مثل ما قلنا صار في عندنا الأنتيجين اللي هو سارس كوفيد 19 الأنتيجين، ممكن كمان نكشف عنه بالإضافة للكوفيد الاي جي جي والاي جي ام، إذا في إصابة قديمة ولا إصابة حديثة، كمان هدول من الشغلات. وآخر شيء بيجي عندنا المعطيات المخبرية لمريض الكورونا اللي هن ذكرناهم، هن السيبسي ال دي اتش اللاكتات دي هيدروجينيز. يعني تعافي برجع بعيدهم كلهم دكتور؟ لا برجع بعيد اخر مجموعه اللي عم بحكي عنها، هن السي بي سي اللاكتات دي هيدروجينيز الفيريتين ال دي اتش الدي دايمر، هدول ممكن فالسي ار بي، فمجرد ما نلاحظ انه في انخفاض رجع القيم للطبيعيه ممكن هون المريض يرتاح. وفعلا عم نلاحظ انه في فتره مثلا قبل باسبوعين كانوا كلهم ارتفاعات، بعد اسبوعين الحمد لله رجعوا لمستواهم الطبيعي. فهون نفسيا او سريريا ممكن المريض يطمئن، ولكن ما بنقول له انه انتهيت من كوفيد 19. صحيح. لسه نحن هذا السؤال، هل هو كامن ولا هو تخلصنا منه؟ هي شغله لسه فينا بالمستقبل. انتكاس ممكن يكون مزبوط، انتكاس أكيد. ممكن يصير انتكاس، لاني نحن لسه ما عندنا فكره هذا الفيروس عم بنطرح نهائيا عم يتخلص، لاني نحن عندنا خبره بالفيروسات من زمان، هيباتايتس سي فيروس، هيباتايتس بي فيروس، فممكن يكون كامن بعد فتره يرجع يتنشط. وانا ما عم بلاحظ انه في شفاء كامل، عم بكون في شفاء جزئي 90% وبعدين عم تنفي 10%، هي شوي فاريشن هي بتظهر مع الوقت. نتمنى اكيد الشفاء لكل المرضى. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك شكراً. معنا.